الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسادة المشاهدين، إطلالة جديدة وخاصة في حال البلد هذه الليلة، نتناول فيها زيارة الشيخ موزة للسودان، الأبعاد والدلالات، بالتركيز على جدل الإعلام المصري، وبنعمل قراءة لهذا الخطاب الإعلامي المصري المأزوم تجاه السودان، والفيه مساس كثير بجوهر العلاقة بين السودان ومصر. أيضا يعني حيكون معنا في هذه الحلقة أهم أخبار البلد، فقرة أهم أخبار البلد حنشوف فيها خبر مهم جدا اليوم، هو أن وزارة التجارة أضافت سلعا مصرية أخرى للحظر. ده كان موضوع حلقتنا السابقة وحوارنا مع الأخ وزير التجارة. اليوم في يعني خطوة بقرار وزارة التجارة بأنها ألحقت بيان السابق والخاص بوقف الاستيراد المؤقت للخضر والفاكهة والأسماك المصرية، بإضافة السلع الآتية للقائمة السابقة، وهي السلع الزراعية ومنتجاتها، الأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة. يعني نستطيع أن نقول أن وزارة التجارة تحركت خطوة من موقفها أول أمس في الحوار الذي دار مع الأخ وزير التجارة. هذه الخطوة اليوم حظرت هذه السلع المصرية. خلونا نبدأ بأهم أخبار البلد وحسام البكري. حسام مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ الطاهر، ومرحبا بكل ضيوفك الكرام. وبكل تأكيد أول الأخبار التي سنقرأها اليوم في أخبار البلد هو قرار وزارة التجارة، ويمكن بكل تأكيد هو شيء يعني مؤسف جدا بأن تكون السودان دولة زراعية وتستورد هذه المنتجات، ولكن الآن قررت وزارة التجارة إضافة بعض المنتجات إلى قائمة المنتجات المحظور استيرادها. الآن إلى أهم أخبار البلد. أهلا بكم. قررت وزارة التجارة إضافة المربى والكاتشب والصلصة ضمن قائمة المنتوجات المصرية المحظور استيرادها. وأصدر وزير التجارة السفير صلاح محمد الحسن اليوم قرارا قضى بإضافة الأصناف الثلاثة لقائمة المنتوجات المصرية المحظور استيرادها للبلاد، بجانب الأسماك المصنعة ومنتجات السلع الزراعية المعلبة. وأصدرت وزارة التجارة في سبتمبر الماضي قرارا يقضي بمنع استيراد الفواكه والخضروات والأسماك المصرية على خلفية التقارير التي أشارت لاستخدام مياه الصرف الصحي في تلك المنتجات والتي تسببت في الإصابة بعدد من الأمراض. وكان وزير الصناعة الدكتور محمد يوسف قد خاطب وزارة التجارة هذا الأسبوع مطالبا بإيقاف استيراد تلك الأصناف الثلاثة نظرا لاستخدام بعض السلع المحظورة في تصنيعها. تعرضت جنوب الأبيض نهار اليوم لهزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجات بمقياس ريختر. ونقل إعلام وزارة المعادن عن مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الدكتور محمد أبو فاطمة قوله بأن محطتي رصد الزلازل في جبل أولياء والمرخيات رصدتا عند الساعة الثانية أو عند الساعة الثانية عشر وست وثلاثين دقيقة ظهر اليوم هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجة بمقياس ريختر، وذلك بالقرب من خور أبو حبل القريب من منطقة دومبير الشهيرة في جنوب الأبيض، مشيرا في ذات الوقت لأن الهزة كانت على عمق 10.1 كيلومتر. وعزى أبو فاطمة وقوع الهزة إلى حدوث اهتزازات ارتجاجية للأرض مبينا أنها ظاهرة طبيعية. قال سفير السودان بمصر دكتور عبد المحمود عبد الحليم بأنهم لم يتلقوا إخطارا رسميا من السلطات المصرية يفيد بتجميد قرار زيادة رسوم الإقامة والتأشيرات الذي فرضته مؤخرا واستثناء السودانيين منه. وقال عبد الحليم في تصريحات خاصة لسوداني 24 مساء اليوم بأنهم لم يستلموا حتى مساء اليوم الخميس أي إفادة من الجهات المصرية تفيد باستياء أو باستثناء السودانيين من تلك الرسوم، مشيرا لاستمرار تواصلهم مع الجهات المصرية المعنية بهذا الأمر. أعلنت النقابة العامة للتعليم العام في السودان مشاركة المعلمين في عمليتي الكنترول والتصحيح وانطلاقة أعمال الكنترول بولاية الخرطوم. وقال الأمين العام للهيئة النقابية لعمال التعليم العام بولاية الخرطوم عبد الله بابكر عبد الماجد
في تصريحات صحفية لليوم قال بأنهم وجهوا منسوبيهم بكل محليات الخرطوم للانخراط في أعمال الكنترول والتصحيح على أن يقام اجتماع مصححي أوراق الأساس يوم الأحد القادم. وبشر عبد الماجد العاملين بالتعليم العام بالمحافظة على حقوقهم وطمأنهم بوقوف قيادات الدولة مع قضيتهم والتي تعمل لحل مشكلتهم. عودة إليك الآن أستاذ الطاهر، وكانت هذه هي أهم أخبار البلد لهذا اليوم. عودة لك ولضيوفك الكرام في حال البلد.